اللي اختار الحين؟ إذا بختار بختار عمري. الله بس وقف. الله شاب وسيم صراحة. ودي أسمع صوته. اي والله نسيت سبحان انا من حالات الصوره نسيت اني الله يطول لي عمرك يرفع قدرك. تفضل نبي نسمع منك شيء انت اختاره. انا والله لاني منشد ولاني شاعر، هذه قلتها من بدايه البرنامج الى الان، لكن اذا تسمحون لي احول الرجال انا واثق فيه وراهن عليه. حول اللي هو الشاعر شاعر النسخه بن واحد الاحد. الله يسعدك. الله يستاهل. يشرفني الله يحييك. يستاهل. بما ان احنا مقبلين على اليوم الوطني في قصيدة سجلناها بشيلة من خلال اليوم الوطني، لكن أسمعكم منها أبيات. يقول يا بلادي بلاد العز وأهل العقيدة، يا سلامي على داري كثير السلام، تحت راية علمنا في الأمور المكيدة، حندرو الوطن في حرب ولا سلام، لمر سلمان أخو نوره على ما يريده، كلنا صف واحد للملك والنظام، مع ولي العهد عسى سنينه مديده، رؤيته وصلتنا فوق حد الغمام. الامر سلمان اخو نوره على ما يريده، كلنا صف واحد للملك والنظام، مع ولي العهد عسى سنينه مديده، رؤيته وصلتنا فوق حد الغمام. عاد يوم الوطن بفرح والله يعيده، مجده اللي تواصل فوق 90 عام، هذه المملكة بالعز دايم فريدة بين كل الدول بالصف الأول أمام. سلامتك. صح لسانك. صح بدنك الله يحييك. صح لسانك. بما أنك تحول لك حول. طبعاً كل شخص تحول له بياخذ جائزة يا أبو محمد. يسمعكم. بعدها بس عندنا مداخلة بعدها إذا ناخذ مداخلتك. سمعهم اللحن. بيسمعكم من لحن الشيله اللي ان شاء الله بندشنها في اليوم الوطني. سم ابي اعطيهم من عندي. صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه. اي والله اني كنت احبك ونفسي فيك ارحب واهلي واتبشر لي شفتك تكبرت يا صغير عسى ربك يجازيك ولا ما يجازيك أنا عفتك. سلامة الجميع. طبعا تروا في قاسم مشترك بيني وبينه، مدرسة الابتدائي حق تدرست أنا فيها. هذا القاسم مشترك بيني وبين عبد الواحد. الله يجمل حاله. من نفس المحافظة. ها؟ درست معكم. من؟ والله؟ درست أنا وياه بيني وبين ولك ابن عم صديق وعزيز غالي علي وليد بن عريج. وسبعين نعم فيك وفيه. ما عليك زود. هذا أخوي الكبير ومعلمي في القصيد والعلوم الطيب. وسبعين نعم فيك وفيه. هذا من أعز الزملاء والأخوان. جاي ربي يطول. والله ونعم فيك وفيك. الله يرحم والديك. أسأله. طيب احنا كم باقينا في الفقره؟ نهايه الفقره يا شباب نبغى كلنا نردد نشيد الوطني، نكون واقفين احتفالا باليوم الوطني.